اشتعلت الجبهة بين إسرائيل وجنوب لبنان في أعنف هجوم إسرائيلي على مواقع لحزب الله منذ بدء حرب غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قصف العشرات من الأهداف إضافة لمجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان. وقال مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي إن الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان كانت مبرمجة مسبقا وليست ردا على التصعيد الأخير، متوقعا أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله سوف تستمر على هذه الشاكلة دون كسر لقواعد الاشتباك. وقد أوضح مراسل الحدث أن جزءا من الغارات الإسرائيلية قد ركزت على منطقتي راميا وعيت الشعب، وقد استهدفت أنفاقا تحت الأرض تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل قد استخدمت في هذا القصف ذخائر ثقيلة، وهذا ما يفسر سماع الانفجارات على بعد مسافات بعيدة.